زوجات المرشحين أو أزواجهم من هم وكيف لعبوا دورا كبيرا في الحملة وربما في النتائج المرتقبة؟ نتابع. السباق إلى الإليزي لم يكن فقط بين المرشحين، بل سار بشكل متوازي بين زوجاتهم أيضا. بينالوب فيون وبريجيت رونيو وجهان اختصرا جوانب كثيرة في السباق. السيدة البريطانية المحافظة بينالوب كاثرين كلارك صنعت أحلام زوجها بهدوء، استعدت معه بعد 5 سنوات في رئاسة الوزراء للوصول إلى الرئاسة في قصر الإليزي. كانت ملهمته كما يقول، إلا أنها تحولت إلى مشكلته. بينالوب كانت في صلب فضيحة عاصفت بحظوظ فيون، وذلك على ضوء الاتهامات بحصولها على حوالي 1,000,000 يورو ومقابل وظائف قد تكون وهمية، بما في ذلك كمساعدة لزوجها. أما السيدة الثانية في هذا السباق والأوفر حظاً لتكون سيدة فرنسا الأولى فهي بريجيت رونيو، زوجة المرشح المستقل الظاهرة إيمانويل ماكرون. علاقة غير تقليدية بين الزوجين لأسباب كثيرة. أولاً هي تكبره بأكثر من 20 عام، هو في 39 وهي في 65. ثانياً لأنها كانت معلمته في المدرسة وقد اقترنا بعد تخرج ماكرون من الجامعة. عمر بريجيت لم يؤثر على إطلالتها الأنيقة التي لم يعهد الفرنسيون إلا ربما في عارضة الأزياء كارلا بروني زوجة نيكولا ساركوزي. بريجيت تنحدر من عائلة برجوازية لها أولاد وأحفاد من زواج سابق، وأسرتها مختصة في تجارة الشوكولاتة. مراقبون يقولون إنها فتحت لزوجها كل الأبواب، فهل تفتح له باب الإليزي لتصبح سيدة ذلك القصر؟ Dans elle.